السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نحاول نشرحه اورج ولا غير غادي نوريكم هذا الميني بروجي ولا النانو بروجي كما بغيتو تسميوه، يعني بروجي صغير ماشي شي حاجه ولكن مفيد جدا. يعني هذا البروجي هذا مفيد جدا وان كان يعني ماشي شي حاجه. البروجي عبارة عن شارجور اكسترن ولا شارجور خارجي يعني ديال الباتري. هذا دابا عندي انا مشكل في هذا التليفون هذا كما كتشوفوا، وكنت خسرت لي يعني اكسيدونتالمون كما كنقولوا، لا اكسيدونتالي خسرت لي الكونيكتور ولا شي حاجة في الكارت مير ديالو، ما بقاش كيتكونيكتا ولا كيتشارج بالكابل من الكونيكتور ديالو، من الكونيكتور هنا. وبالتالي كنشارجي دابا الباتري هذا اكسترن، يعني كنشارجيه على براد باش كنستعملوه في هاد الشارجر هذا. يعني الشارجر هذا شارجر صغير يعني كما كتشوفوا، ما عنديش شي حاجه باش نعاود لكم هنايا واش كاينش درهم ولا ما كاينش. إذن هنا مشى لينا الفلاش ماشي مشكل، يعني إلا شتو هادي 5 دراهم، يعني راه صغير تقريبا من 5 دراهم، راه صغير عليها تقريبا. يعني ولكن شارجر مفيد جدا، فيه USB مايكرو يعني مزيان كيجي، يعني الكابل المتداول كثيرا. ودرنا هادي باش تبدا تبلوكا لنا الباتري هنا ولا نشيو الباتري في هادي وبلا ما يخرج بهذا، يبقى مفيكسي تمايا حتى يتشارجا. اذا هذا هو الهدف من هاد اللعبة ولا شبه بغيتو تسموها. درنا زدي هنا مجموعة ديال واحد 3 بينز واللي خارج منهم 2 خيطان فقط، 2 ديال لو سيرموا غادي هاد الكارت بيرفوري البيرف بورد.